سبور الموسيقى الأخبار والزفن سمعك التصوير. مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم مشددا إلى هذه الحصة من سياسة فهم يوم الخميس 6 أكتوبر 2016 6 أكتوبر تاريخ والكيمة اليوم كانت حرب أكتوبر حرب رمضان واللي سموها حرب العبور اللي استبصر فيها الجيش الجيوش العربية واخترقت الدفاعات الصهيونية في ذلك الوقت. إذن باش نتحدثوا اليوم على زوج مواضيع أخرى مهوش مع 6 أكتوبر باش نتحدثوا على مرة أخرى باش نرجعوا لتكوين الكتلة الديمقراطية لكن من زاوية أخرى اليوم بما أنه ثم بوليميك وقعت على انضمام إذن الحزب الجمهوري إلى هذه الكتلة. الحزب الجمهوري إذن تمثل الآن فاتن الوسلاتي اللي هي نائب بمجلس الوطن التأسيسي عفوا بالمجلس مجلس نواب الشعب عن الحزب الجمهوري دائرة سليانة وهي تعوض الأستاذ إياد الدهماني النطق الرسمي باسم الحكومة الآن واللي ينضم الحكومة وبالتالي استقال من المجلس. إياد الدهماني الآن في الحكومة الحزب حزب الجمهوري في الحكومة وكيف يمكن لفاتن الوسلاتي أن تكون في كتلة الكتلة الديمقراطية اللي هي معارضة. إذن الموضوع هذا عمل بوليميك بما أنه النائبة أنكرت إمضاءها على وثيقة التكوين وثم حديث حتى على تدليس إمضاء النائبة فاتن الوسلاتي في وثيقة تكوين الكتلة الديمقراطية كنا تحدثنا فيها منذ أيام مع الأستاذ سالم الأبيض اللي هو رئيس الكتلة ولكن يبدو أنه ثم قضايا أخرى ما زلنا باش نتحدثوا على إذن الموضوع هذا مع الأستاذ عصام الشابي اللي هو الناطق الرسمي باسم حزب الجمهوري لإيضاح هل الحزب الجمهوري الآن في المعارضة أم في الحكم؟ هل أنه الفاتن الوسلاتي موجودة في الكتلة الديمقراطية أي في المعارضة أم لا؟ إذن هذا كله باش نفهموه مع الأستاذ عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري. هذا موضوعنا الأول. موضوع ثاني كذلك مهم ومهم جدا بما أنه الإذاعة الوطنية التونسية يعني الإذاعات كلها تبنت ميثاق تحريري جديد يخص التعامل مع الإرهاب. إذن ميثاق تحريري فيه مجموعة من النقاط في تقريبا 4 صفحات يهم الإذاعة الوطنية بكل الجهات. إذن باش نتحدث في الموضوع على هذا مع الأستاذ فتحي الشروندي اللي هو رئيس تحرير الإذاعة الوطنية التونسية. إذن نتحدث على الموضوع هذا كيفاش يمكن تطبيق مثل هذا الميثاق التحريري وكيف يمكن أن يطبق فقط على الإذاعة الوطنية التونسية. في حوارنا مع الأستاذ عصام الشابي. سي عصام أهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا تحياتي. أهلا وسهلا. شكرا لك سي عصام على قبولك الدعوة. شكرا لك بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. شكرا سي عصام. إذن كنا تحدثنا قبل أيام على الكتلة الديمقراطية مع أستاذ سالم الأبيض ولكن نعود للحديث عنها اليوم من زاوية أخرى بما أنه اليوم برشا حديث وبرشا بوليميك. احنا تعودنا بالبوليميك من بعد الثورة في تونس عن وجود الأستاذة فاتن الوسلاتي نائبة المجلس عن الحزب عن الحزب الجمهوري في الكتلة الديمقراطية. هل من توضيحك قبل كل شيء باش نفصلوا معناها نحطوا لي بوان سور ليزي هل أنه الأستاذة فاتن الوسلاتي موجودة في الكتلة أم لا؟ والله بارك الله فيك على تحت الفرصة فعلا لتوضيح المسألة وضع النقاط على الحروف وغلق هذا الملف لأن البلاد ليست في حاجة لبوليميك جديدة. يعني البوليميك موجودة في بلادنا وافتعال ربما أزمة أخرى احنا لسنا من أنصارها. الكل غاية ما في الأمر أن الأخت فاتن الوسلاتي النائب عن الحزب الجمهوري اللي التحقت بعد تولي الأخ إياد الدهماني منصب في حكومة الوحدة الوطنية يوم أدائها لليمين اتصل بها النائب أحمد الخسخوسي وطلب منها الإمضاء على بقائها وتعويضها للأخ إياد في الكتلة الديمقراطية الاجتماعية. فقامت بالإمضاء باعتبار تعويض إياد الدهماني وتبقى في الكتلة حفاظا على الكتلة هذه من الاندثار. ما تعرف الكتل إذا كان يقل عدد الأعضاء بتاعهم على 7 حسب النظام الداخلي تتحل الكتلة وبالتالي يطلب منها أن تمضي حتى يحافظوا على الكتلة وأمضات. لكن بعد أيام يعني منذ 3 أو 4 أيام فوجئنا وفوجئت الأخت فاتن الوسلاتي بوجود اسمها ضمن قائمة جديدة اسمها القائمة الديمقراطية. لم يقع إعلامها بها ولا بتكوينها ولا حكيت مع الأطراف المكونة لا
ولم تمضي على وثيقة للانضمام لهذه الكتلة، بالتالي قامت بكل بساطة وبهدوء ودون إثارة أي زوبعة، قامت بإيداع مكتوب لدى رئيس مجلس نواب الشعب تعلم أن هي ليست عضوة في هذه الكتلة. قالت تفوجئت بإدراج اسمي ضمن الكتلة الديمقراطية، ونوضح لك لي أنا لست من ضوية تحت هذه الكتلة، وبالتالي أطلب منك اعتباري نائب على الحزب الجمهوري غير منتمية للكتل فقط، يعني لا أكثر ولا أقل. لكن الإمضاء الأول حسب ما تحكي أنت معناها على إبقائها في كتلة كانت موجودة قبل ما تندثر، يعني مش تكوين كتلة جديدة. لا ليس تكوين، لكن كيفاش أصبح الإمضاء موجود معناها ضمن القائمة؟ باش أقول لك بالضبط. وقت اليوم أنا استمعت لتصريح للنائب المحترم سي سالم الأبيض في الإذاعة الوطنية، ودخلت للتعقيب عليه في إطار التوضيح، مش في إطار معناها الخلاف. يقول أنه سحمد الخصوص يعتبر أن إمضاءها في الوثيقة الأولى هو تفويض لي بإمضاء مكانها ووضع اسمها في الكتلة الجديدة. قال احنا جانا أحمد الخصخوصي وطلب نواب التيار وحركة الشعب وحركة المواطنين أنهم ينضموا للكتلة هذه، قالوا له نعملوا كتلة جديدة. فبعد ما اقتنعوا سماوا الكتلة هذه، السيد أحمد الخصخوصي انقل الأسماء اللي بقات في الكتلة الديمقراطية الاجتماعية إلى هذه الكتلة دون إعلان، أن يقوم بإعلان أصحابها. احنا في الحزب الجمهوري نعتبر أنه هذا اجتهاد خاطئ من السيد أحمد الخصخوصي، قمنا بتوضيحه ولا أكثر ولا أقل، ولا نريد أن نعطي للقضية بعد أخطر، لأنه هي جستمو هي بدت فيها أبعاد شوي، بما أنه أنت تعرف وأنت قاعد تتابع ثم اجتماع وقع على المكتب المجلس وانسحبت فيها كتلة نداء تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر، واتهمت مباشرة بتدليس الإمضاء متاع الأستاذة فاتن وسلاتي. شوف خويا، احنا المعنيين بالأمر ونائبتنا المعنية بالأمر لم تتهم أحدا بالتدليس، ولم نطلب من أحد أن يدافع عنا أو يقوم فيه المعركة. إذا كان معنا معركة فالحزب الجمهوري عنده وسائل الدفاع على نفسه وإبلاغ صوته. ما تقصد في النهضة والجبهة الشعبية اللي هم يتمسكوا هم الزوج اللي تمسكوا بإمرار الكتلة بالضبط. وبعد الاتجاز عندما طرح الأمر، حركة النهضة والجبهة على رفض معنى إلغاء الكتلة هذه أو حلانا، لأنه احنا نشوف إذا كان فما خلاف أو إرادة من كتل أخرى لتصفيه حساب أو عرقلة تكوين كتلة جديدة، احنا لسنا طرفا فيه ولا نرتضي لأنفسنا أن نكون طرفا فيه. ونوضح أكثر، المعركة الكل كانت عليها هي على مقعد في مكتب المجلس ويرتبوا الكتل حسب الأهمية، كتلة النهضة فكتلة النداء فكتلة مشروع تونس فالجبهة فالكتلة الديمقراطية ف الاتحاد الوطني الحر فأفاق تونس. فكان المقعد تاخذوا أفاق تونس تاخذوا الكتلة الديمقراطية، الكتلة الديمقراطية هذه الحديثة التكوين عند عدد أكثر من النواب. فيبدو أن نداء تونس أو الاتحاد الوطني الحر، لأن هما اللي قاموا بإثارة الموضوع، حبوا يسقطوا الكتلة حتى يحربوها من مقعد في مكتب المجلس. احنا بوضوح عبر إذاعتكم نقولوا أن الكتلة هذه هي كتلة معارضة، والمعارضة تمثيليتها ضعيفة في المجلس، بالتالي احنا مع ان تكون ممثل في مكتب المجلس، وان نتيح للتعددية ان تكون موجودة في كل الهياكل، هذا ضمانا للتعددية وللاستقرار وللتنوع اللي احنا في حاجة ليه. واقصاء كتلة معارضة من تركيبة مكتب المجلس احنا لا نرتضيها ولا نوافق عليها، رغم اللي وقع خطأ في حقنا احنا نعتقد ان وضحناه بالطرق الإدارية والطرق السياسية المعقولة، ولا نريد ان تستعمل لضرب اي طرف سياسي او اي كتلة اخرى. احنا عندنا علاقات طيبة وجيدة باغلب مكوناتها، واذا كان البعض يعتقد ان الحزب الجمهوري من موقعه كمعارض والتحق بحكومة الوطنية سيصبح مناصرا لمكونات الأحزاب المكونة للحكومة هذه ظالمة أو مظلومة، فهو يخطئ العنوان. نعم سي عصام، كنا تحدثنا في الموضوع هذا وكنت أشرت باللي حضوركم في الحكومة باش يكون حضور نقدي، يعني معناها المسحة المعارضة باش تكون موجودة وأنتم موجودين في الحكومة.
احنا دخلنا لحكومة الوحدة الوطنية بعد حوار عميق ومطول، وشاركنا فيه مع أهم القوى الموجودة في البلاد والمنظمات الوطنية، انتهى إلى إعلان اتفاق قرطاج وإلى تكوين هذه الحكومة. رغم الملاحظات اللي بديناها في البداية، قبلنا أن نشارك في محاولة منا للمساهمة في إنقاذ بلادنا من أزمة خطيرة تتهددها، أزمة متعددة الأبعاد يعني أخطرها واللي هي اليوم محل درس، هي أزمة التوازنات المالية، اختلال التوازنات المالية اللي هي لا قدر الله تهدد استقرار البلاد. احنا دخلنا من موقع المعارضة، احنا لم ندخل في تحالف مع الأحزاب المكونة للحكومة، دخلنا من موقع المعارضة لكن لا لنعارض، لكي نشارك في اقتراح الحلول وفي صياغة الحلول وفي دعم هذه الحكومة وتوحيد المجهود الوطني لإنقاذ تونس. ولكن مشاركتنا في الحكومة دي ستكون بدفع عمل الحكومة بالاقتراح وبالنقد إن اقتضى الحال وبإعلان والمطالبة بتصحيح الأخطاء الموجودة. واحنا اليوم نتابع في عمل الحكومة، الحكومة عندها تقريب 30 يوم اللي تكونت وتسلمت مقاليد الحكم، نتابع في الوضعية الصعبة اللي تمر بها البلاد، ونتابع ببعض القلق ملامح بنية الدولة للعام القادم اللي بدأت تثير في كثير من التخوفات والتساؤلات حول الضغط الضريبي اللي باش يولي موجود في البلاد، وإمكانية أو المطالبة بإلغاء الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول زيادة الأجور. يعني اللي يهمنا احنا هو أن الحكومة هذه تمضي قدما في تنفيذ بنود وأولويات اتفاق قرطاج، وأن تكون مدخل لدعم السلم والاستقرار الاجتماعي ولدفع التنمية في الجهات الداخلية وتهرب الفساد والتهرب الضريبي. هنا سنكون أكبر داعم لهذه الحكومة، وسننبه الحكومة ورئيس الحكومة ونقترح تصحيح المسار إذا كان يذهب يحيد على الأهداف والأولويات. نعم أستاذ عصام، أنتم تتابعون الحكومة ولكن تقريبا الكل يتابع الحكومة. اليوم أنا يقظ عملت المرصد نتاعها الشاهد ميتر بعد الصيد ميتر، أنتم كذلك موجودين في الحكومة الآن ولكن تتابعون خطاها، ثم برشا حديث على أن الحكومة هذه ما عندهاش الوقت الكافي كما الحكومات الأخرى، يعني 90 يوم هذه لن تكون متوفرة للحكومة هذه، 30 يوم هذوم العمل، هل تراها معناها خطوات؟ ألو؟ نعم تفضل. ألو، نعاود الاتصال بسي عصام الشابي، إذن انقطع الخط. كنا في حديث مع الأستاذ عصام الشابي، الموضوع هو ملابسات تكوين الكتلة الديمقراطية والبوليميك اللي وقع على إمضاء الأستاذة فاتن الوسلاتي نائبة المجلس عن الحزب، كذلك الإشارة أنه الأستاذة فاتن الوسلاتي هي تعوض إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة واللي عنده منصب الحكومة الآن، بالتالي الحزب الجمهوري عمليا وواقعيا هو ضمن دائرة الحكم، وبالتالي لا يمكن أن يكون في المعارضة، بالتالي لا يمكن أن يكون في الكتلة الديمقراطية. تحدثنا على مجموعة من النقاط ووضح لنا الأستاذ عصام الشابي. الأستاذ عصام الشابي يرجع معنا الخط، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك، وعفوا انقطع. مرحبا بك. إذن كما قلت برشا محللين يقولوا انه التسعين يوم التقليديه ماهيش متوفره للحكومه هذه لانه ثم صراع ضد الوقت الان ضد الزمن. 30 يوم هذوما الساعه اللي عدتهم الحكومه، الحزب الجمهوري يعتبر انهم في الطريق الصحيح ام لا؟ اولا فعلا الحكومه تخدم ضد الساعه، يعني سباق ضد الساعه. والمهلة بتاعة 100 يوم اللي تمنح لكل حكومة جديدة في الأنظمة المستقرة والديمقراطية، مع الأسف الحكومة هذه لم تتمتع بها ولا يمكن أن تتمتع بها، هي الحكومة التاسعة في الانتقال الديمقراطي. لو كل حكومة تونس خطأ 100 يوم نلقاو رواحنا خاسرين في الحساب، يعني نعديوها كل المثل التونسي تقعيد العود يا حكومة. الحكومة هذه كان مطلوب أنها تنطلق في العمل منذ تسلمها السلطة، هي انطلقت في وضع صعب وهي كانت تعلم بالصعوبات وأقدمت على تحمل المسؤولية لحلان الأزمة والبداية في حل الأزمة، وليس في معاينة الصعوبات اللي التونس الكل تعرفها والتونس الكل تحدثت عليها. بدأت الحكومة نجحت
في إطفاء بعض الحرائق اللي لقاتها موجودة، كما قضية بتروفاك في قرقنا نجحت في تهدئة الأوضاع نسبيا في الحوض المنجمي، وفهم بعض التوترات اتوخات أسلوب الحوار ولم تعتمد على فرض القانون بالقوة ولو كان ذلك متاحا لها، لكن خيرت الحوار لأنها كانت حريصة على أن تدخل لإرساء قواعد ثابتة للسلم الاجتماعي لكل هذه الحكومة. لكن أيضا الحكومة إلى حد الآن ما زالت حبيسة مكاتبها، هي لا محال عندها استحقاق دستوري يجب قبل يوم 15 أكتوبر تضع الميزانية في مجلس النواب، وبالتالي لكن ما يلزمش الحكومة تبقى تعمل خلف الأبواب المغلقة وتعد في الميزانية وعلى أهميتها كان لها أن تخرج التوانسة بمقترحات وحزمة من المقترحات، منها ما يعالج اختلال التوازن الكمالية، ولكن منها ما يبعث الأمل أن رئيس الحكومة وقت اللي يتكلم في البرلمان قال قطار الفصفات قد 50 سنة يخرج من قرصة وقطار التنمية لا يعود إليها. كان المفروض أن اليوم يعلن على عودة قطار التنمية القرصة والغيرها من المناطق اللي ظلت محرومة طويلا عبر رؤية وعبر توجه وعبر الإعلان على مشاريع كبرى مش مطلوبة لنفذها وتنتهي اليوم، أما على الأقل يعلنها حتى الرأي العام يأخذ ثقة في الحكومة والأمل يعود للرأي العام. وأنها كان كما أعلنت على بعض الإجراءات المحتملة لمعالجة احتلال التوازن المالي أنها تأخذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد ولمكافحة التهرب الضريبي اللي هما أنهكوا البلاد، ولتواسى على الأقل شعورا بالعدل يطلبوا من الحكومة أنها أيضا تأخذ إجراءات ملموسة لبداية الحرب دي. يعني ما الانطلاقة بتاع الحكومة ما زال مبكرة قيمة، وإحنا نتمنى أنها تتجاوز النقائص هذه، لكن احنا دورنا رغم أن الشركاء في هذه الحكومة هو أن نساهم في دفع الأمل الحكومي بالنصح وبقول الحقيقة وليس بتزيين الحقائق. سيسام دوركم هذا سمحني دوركم هذا كيفاش يتجسد على الأرض؟ ثم برشا حديث على أنه لما لا تعود تنسيقية الأحزاب لتأطير العمل الحكومي مثلا. شوف لا تأطير العمل الحكومي يقوم به الحكومة ورئيس الحكومة، وتنسيقية الأحزاب خلت في مذعب خيلة التوانسة والنخبة تجربة سلبية لأنها أعاقت حكومة بالصيد. لكن في المقابل مما يحصل بهذه الحكومة أن رئيس الحكومة استدعى الأحزاب الموقعة على 14 منذ تقريب أسبوعين واقترح عليها وثيقة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والأحزاب. تنظيم العلاقة شمالها يعني ثم اقتراح أن تكون هناك لجنة عليا تلتقي كل شهرين للحديث في الخيارات الكبرى والتوجهات العامة والسياسات العامة، وأن تحدث خالية للأزمات تلتقي لي فهم ما يدور والاقتراح الحلول لمعالجة الأزمات، وأن تكون الأحزاب تلعب دور ميداني في مساندة الحكومة على تهدئة الأوضاع ومعالجة الأزمات، وأن تكون تنقل أيضا نبض الشارع للحكومة حتى تكون على بينة منه، أن يكون في الجهات أيضا تنسيق مع السلطة الجهوية لمتابعة تنفيذ المشاريع وأيضا للتدخل لمعالجة الأزمات عند بدايتها، ولن نترك الأزمات تأخذ أبعادها دراماتيكية وبعد ندخل لحلال. يعني ثم محاولة لمأسسة العلاقة بين حكومة العهد الوطنية والأحزاب المكونة لها، وهذا أحد بصدد التباحث فيه وقتل أفشي سرا ربما اليوم بعد الظهر باش يكون ثم لقاء في هذا الإطار بين خبراء أحزاب المكونة للحكومة وبعض المسؤولين للتباحث والتحادث في مشروع ملامح مشروع الميزانية والاقتراحات ورأي الأحزاب في التوجهات اللي ربما تأخذها الحكومة، لأنه نعتبر احنا أنه أكبر امتحان وأول امتحان حقيقي للحكومة هو قانون المالية للسنة القادمة، لأنه في تحديات وصعوبات كبيرة وفي انتظارات أكبر من التونسيين، وعليه هو يتوقف الانطلاقة الصحيحة أو نقدر الله التعثر
لعمل الحكومه. نعم سي عصام، في نفس السياق معناها المحللين يراوا بانه الاستاذ يوسف الشاهد في الاخير هو يطبق وثيقه كارتاج، ولكن كذلك يطبق سياسه الاحزاب الان الموجوده في الحكم، وبالتالي كيف يمكن ربما تأطير عمل الحكومه ليتناسب او يتساوق مع رؤيه الاحزاب هذه للعمل الحكومي مستقبلا؟ لا، المطلوب منه هو ان يكون رئيس حكومه الوحده الوطنيه التي انبثقت عن اتفاق قرطاج، ولا ينفذ سياسات الاحزاب. هو عنده اتفاق وطني واسع يحدث لاول مره منذ الثوره قبل تكوين حكومه، على اولويات، على توجهات، وبعد تكونت الحكومه وتعهد رئيس الحكومه بتنفيذ والعمل على تنفيذ تلك الاولويات. ما يلزمش في اعتقادنا ان رئيس الحكومه يعمل على تنفيذ سياسات اي من الاحزاب المكونه لهذا لحكومه الوحده الوطنيه. ثم اتفاق، ثم منظمات وطنيه كبرى ووازنه شاركت في وضع اسس هذا الاتفاق وهي معنيه به وبمتابعته، والحكومه هي حكومتها. المنظمات هذه لا يمكن ان تشارك عبر وزراء، لكنها معنيه بمتابعه تنفيذ هذا الاتفاق. ومن هذا المنطلق احنا في الحزب الجمهوري انصحنا رئيس الحكومه بأن ينأى بنفسه وبحكومته عن الصراعات الحزبية ولو كانت داخل حزبه. قلنا له عليك أن تخصص كل وقتك ومجهودك لمعالجة أزمة تونس، وأن الأحزاب تعالج أزماتها في مقراتها وفي الأطر التنظيمية متاعها، لأنه ترحيل الأزمات الحزبية إلى الحكومة سيعيق عمل الحكومة وسيتحول إلى عبء ثقيل على البلاد. احنا هذا موقعنا، موقعنا هو النصح والاقتراح والمتابعة لعمل الحكومة ودفع لعمل الحكومة والعمل على تعبئة الرأي العام وراء كل القرارات والتوجهات الصحيحة اللي لابد من دعمها. نعم سي عصام، سؤال أخير في ملف التعيينات، ماذا نصحتم رئيس الحكومة يوسف الشاهد خاصة بعد تعيينات الولايات ما عملت كذلك من بوليميك وربما رجع في الائتلاف الحكومي؟ أولا حتى نكون واضحين، احنا سمعنا بالتعيينات وقت اللي هبطت في الاعلام، يعني لم يقع لا اعلامنا ولا استشارتنا، واحنا وهذه نقطة أخرى قد تعزز معناها صف الناس اللي ينادوا بالتنسيقية. لا، احنا نحبذ أن تكون الحكومة أبعد ما يكون عن المخصصة الحزبية، أما على الجميع، ماهوش تبتعد عن المخصصة للبعض وترضي البعض الآخر، لازم تبتعد. وأن التعيينات الحزب الجمهوري يطالب من حكومة الوحدة الوطنية أن تكون التغييرات مبررة بعد تقييم لعمل الوالي أو المسؤول الجهوي أو المدير العام أو الرئيس المدير العام، يكون ثم التقييم لعمله، وإذا كان ثم إخلال يقع تغييره لابد أن يكون التغيير مبرر. ما نجيبش نغيره 264 معتمد وكذا الوالي وجميع المديرين العامين. يعني احنا في رأينا البلاد لا تستدعي ذلك، تستدعي أننا نغير عندما يكون التغيير مبررا ومفيدا للبلاد، وان تكون التسميات بعد ذلك وفق روح الوطنيه وليس وفق الترضيات الحزبيه مهما كان الطرف الحزبي. شكرا لك استاذ عصام الشابي على كل هذه الايضاحات، نلتقيك ان شاء الله في مقابلات اخرى، شكرا على قبولك الدعوه مره اخرى. شكرا. كان هذا الأستاذ عصام الشابي إذن الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، تحدثنا على ملابسات تكوين الكتلة الديمقراطية. وضح أنه النائبة لنائبة الحزب إذن فاتن الوسلاتي لا تنتمي الآن للكتلة الديمقراطية، وبالتالي لا تنتمي للمعارضة داخل المجلس، بالتالي هي في منظومة الحكم، وبالتالي يغلق هذا الملف إلى أن نرى ما هي استتباعاته. إذن باش نتحدث بعد قليل مع الأستاذ فتحي الشرودي رئيس تحرير الإذاعة التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا، إن شاء الله مرة أخرى نكملوا مع صباح فكري في حبيبي على الدنيا إن غبت وحشة، باش نتحدث على موضوع مهم، التعامل الإعلامي مع ظاهرة الإرهاب. إذن مؤسسة الإذاعة التونسية ارتأت أن يكون لها ميثاق تحريري خاص في المجال هذا في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، باش نتحدث فيه مع الأستاذ فتحي شرونتي لرئيس تحرير الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك محمد، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة أوز إف إم، وتحية لكل مواطنين الجنوب الشرقي. شكرا لك، وخاصة تطوينا.
الى تعرف ان جهه الجنوب الشرقي لها مكانه خاصه معناها الانتماء والجذور وسمره الارض معناها. نعم به هات خلينا نحكو في ملابسات الميثاق التحريري الخاص بالإذاعة الوطنية. إذا قبل كل شيء نحب نفهم شكون صاغ الميثاق، هل هم الصحفيون أم الإدارة؟ نعم، هو الحقيقة أن كل في إطار تحسين وتجويد المضامين العالمية محمد بن طارق أنه وقعت ظاهرة الإرهاب، سنعود إليها لاحقا، ولكن كل الأشكال لضبط التوجهات الكبرى ولضبط الخيارات الكبرى في مؤسسة وسائل الإعلام الوطنية وخاصة من خلال التجارب المقارنة في الأنظمة الديمقراطية تعتمد ما يسمى بمدونات السلوك اللي تحدد الخطوط الكبرى لسياستها التحريرية. الحقيقة الإذاعة التونسية بدأت التجربة هذه وفي جانفي 2016 تم إعداد مدونة سلوك تتعلق بكل الأسلاك المهنية مركزيا وجهويا، بمعنى أنه مركزيا هناك أربع إذاعات مركزية وهي الإذاعة الوطنية، إذاعة الثقافية، إذاعة الشباب، وإذاعة تونس الدولية، وكذلك الزملاء والأصدقاء في الإذاعات الجهوية الخمس، الكاف، قفصة، صفاقس، المنستير، وتطاويل. ومن خلال التعاطي اليومي لظاهرة الإرهاب، وأنت تعرف أن هذه الظاهرة هي ظاهرة مستحدثة على مستوى الوطن العربي، والحقيقة كان الموضوع هذا غريب عن الأبناء وبنات تونس، ولكن منذ أن اكتوت تونس بنيران هذه الآفة كان لابد من وضع مدونة خاصة للتعاطي مع ظاهرة الإرهاب. وهنا صار حوار مهني داخلي بين أبناء الإذاعة التونسية مركزيا وجهويا، وأنه لابد من إعداد ميثاق، خاصة وأنه هناك العديد من الهياكل المهنية على غرار مركز تونس لحرية الصحافة، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أو هيئة الاتصال السمعي البصري الهيكة، قدموا محاولات في هذا الإطار، فحتى تكون المسألة للتأسيس وربما المساهمة في الجهود المبذولة، لأنه هذا على الساحة العالمية ليس فقط الوطنية ولكن أيضا حتى على المستوى العربي مع اتحاد إذاعة الدول العربية، هناك مساعي لبلورة ميثاق يكون أقرب ما يمكن اللي يستجيب ويتعاطى مع هذه الظاهرة الآفة التي اتفق الجميع على مستوى المجتمع التونسي أو كذلك على مستوى وسائل الأعلام، والأعلام هم نخبة وهم أيضا جزء من تلك الشعب، وخاصة وأن الميثاق يتصدره مبدأ أساسي وهو أنه اتفاق مبدئي ما بين التونسيين جميعا، وأنه اليوم لا حيادة مع الإرهاب والإرهابيين. فجاءت إذن هذا الميثاق محمد من خلال حوار ونقاش امتد تقريبا على أكثر من سنة، وتوج أنا معناها بحدث تاريخي، إذن يوم 4 أكتوبر تم إقرار وتبني هذا الميثاق التحريري. السؤال المطروح لأكيد تنتظر السؤال هذا، أنه لماذا الإذاعة الوطنية تتبنى فقط هذا المشروع، والحال أن الإعلام الآن تعرف جيدا أن معناها على قارات الطريق وسائل الإعلام تتنوع ومن الشمال إلى الجنوب، وكذلك معناها مجموعة كبيرة من الإذاعات من التلفزيون إلى غير ذلك، فالتعامل مع الإرهاب أكيد مش بيكون مخصوص بالإذاعة الوطنية. هل أنه معناها بقية الإذاعات الخاصة وإلا بقية وسائل الإعلام مطلوب منها حتى يتعمل ميثاقها التحريري، وإلا ننتظر ربما ميثاق تحريري إجمالي لكل وسائل الإعلام التونسية لتهتدي به؟ نعم، هو محمد هذه أنا ذكرت وأنا قلت أن هذه راهي مساهمة من مؤسسة الإذاعة التونسية بفروعها التسع، وهي تضع على ذمة وأيادي كل الزملاء الإعلاميين ربما لمزيد من التطوير والتحيين، لأنه نحن توقفنا على مبادئ أساسية، وأنه خاصة وأنه مطروح على وضعية طبقا لقناعة أيضا لرئاسة المؤسسة الإدارة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية، باعتبار وأنه مؤسسة الإذاعة التونسية هي ملك مشترك لكل أبناء الشعب التونسي، لأنه هي مرفق عمومي، وهي مطالبة بأن تكون دوما القاطرة التي نلتقي فيها جميعا أينما كنا نشتغل، وسيلة إعلام خاصة أو غير ذلك، نحن لنا جذع مشترك
في هذه المؤسسة. وأعتقد وأن هذا الميثاق اللي يتضمن عدد من القيم الصحفية فيما يتعلق أيضا بالقواعد المهنية في التعاطي مع تسمية الجماعات الإرهابية أو التعاطي مع الإرهابيين أو في مصادر الخبر أو التغطية الإخبارية أو أشكال الإنتاج البرامجي والإخباري، هو مطروح اليوم أمام كل الزملاء الصحفيين. وكل مبادرة لتجويد وتثمين هذا الميثاق حبذا لو أن يكون، أعتقد وأنه من خلال هذه المبادرة والاتصال اليوم من الزملاء في وزيرة فام هو ربما يأتي أيضا في التأسيس حتى نلتقي على أرضية مشتركة، باعتبار وأن هذه الآفة تهدد نحن حتى في الأوسط. نحن قلنا وأن الإرهاب خطر يهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيها وديمقراطية الدولة ومدنيتها. إذن هو اتفاق وهو 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 شعور ومسؤولية مشتركة بين كل وسائل الأعلام الوطنية. وكما ذكرت هذا الميثاق موجود وموضوع على ذمة الإذاعة التونسية مركزيا وجهويا، ولكن أيضا هو مفتوح لكل الطاقات الخلاقة في الأعلام الوطنية حتى نتفق جميعا على أنه اليوم، لأنه بتعرف أنه في التسمية الجماعات الإرهابية أو في التعاطي مع الغارات بل كل شيء هذا الكل راهو يتعلق. صحيح نحن عندنا حق المجتمع في المعلومة والخبر في حينه المؤكد، ولكن أيضا نحن نشتغل ضمن إطار وطن، وهذا الوطن لابد وأن نراعي سلامته ومصالح الحيوية وندافع بالدرجة الأولى على سلامة قواتنا الأمنية والعسكرية. نعم. في إطار هذه الفلسفة الكل محمد يأتي هذا الميثاق اللي قلت هو لبنة أخرى، مقوم آخر في السياسة التحريرية لمؤسسة الإذاعة التونسية. ونحن معنا منفتحين على كل الزملاء والأصدقاء. نعم، مش بعيد على السياق هذا، أنت تعرف بالقنوات والإذاعات الخاصة معناها تحت طائلة التوديونس اللي هي في الأخير تترجم إلى ببليسيتي، معناها عوائد مالية، وبالتالي هي دائما ما تلهث وراء الخبر والزوم، وربما اللي تعرفه معناها من تفاصيل اللي نشوفه فيها في تونس. بالتالي فإنه ثم خصوصية خاصة للإذاعات الخاصة، ما تشوفش أنه هالميثاق التحريري هذا من جمش ربما ينطبق بحرفيته على الوسائل الخاصة؟ أنا أعتقد وأنه في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب وهذه الآفة وهذا الجراد الجديد في هذا البلد لا يمكن تحت أي ظرف كان، ونعطيك أنا من بين الأشياء المؤكدة يعني بالنسبة للإذاعة التونسية نتعامل مع هذه الظاهرة. أول شيء أساسي هو تنمية ثقة المتلقي في وسائل الإعلام الوطنية بالدرجة الأولى. وهذا ما يعنيش أنه ما ينفيش السبق الصحفي، ولكن لابد من التيقن من أعلى منسوب لدرجة المصداقية والدقة في تناول الخبر. أنا نعطيك مثال، وهذه انحرافات وانزلاقات أدت في الكثير من الأحيان إلى إفشال الخطط الأمنية التي تقوم بها السلطات الأمنية والعسكرية. صحيح، صحيح. ماذا يعني؟ أنه في بعض الأحيان وصلنا نقدموا في عدد السلطات الأمنية والعسكرية نقدموا في المسار اللي باش تمشي فيها السلطات الأمنية والعسكرية. وأكثر من ذلك نعطيك مثال في أحداث الملحمة اللي ساخ أبنائنا في بنغردان، هناك وسيلة أعلام في أتون الحرب والمعركة مع الإرهابيين في بنغردان، كانت هناك وسيلة إعلام تقول بأنه تم إغلاق الطريقة الوطنية الرابطة بين مدينتي مدنين وبنغردان في مستوى النفتية. ألا ترى معي صديق محمد أن هذه هو رسالة ضمنية، هو مساعدة حقيقية للإرهابيين بالتوجه إلى تطاوير والتوجه إلى جابل؟ يعني هناك انزلاقات خطيرة، وأعتقد أنه آن الأول في معركة التوانسة ضد هذه الظاهرة لابد من الالتقاء على حد أدنى. نعم. من الحرفية والمهنية حتى نحمي بلادنا، حتى نحمي أنفسنا، وحتى نحمي أيضا مصالحنا الحيوية. معنا إذا كان جمل أستاذ سي فتحي معنا في الأخير، نجم نوصل لسؤال شنو اللي يتعدى وشنو اللي ما يتعداش، ولهنا نسأل شكون الجهة التي تحدد شنو يتعدى شنو ما يتعداش في إطار معنا الحرب ضد الإرهاب، وفي إطار ربما التجارب المقارنة. أنتم اعتمدتوا على تجارب مقارنة. نعم. في بعض الدول الآن اللي تسمى ديمقراطية ومجدرة في الديمقراطية وقت الحرب يعني ثم أجهزة تتحكم في المعلومة تحكم تام، يعني لا ما يتعدى حتى شيء. احنا الآن لحد الآن ما عناش الجهة هذه اللي تحدد ماذا يمكن أن يبث
وما يمكن لا يمكن أن يبث بأي طريقة. كل حراك داخل، كل حوار ونقاش محمد داخل قاعات التحرير وقاعات الإنتاج والمسؤولين على المواقع الإلكترونية، لما يتم في هذا الحدث بالسرعة المطلوبة يقع تناوله في حوار داخلي مهني بين أي مؤسسة إعلامية كانت، سنصل إلى نتيجة، لأنه ما تم حتى معلومة تحجب اليوم على المسؤول. ذاك حق دستوري يكفله الدستور التونسي، وهو أنه إعفاء حق المجتمع في المعلومة الدقيقة والصحيحة. هذا أولا. ثانيا، ما تم حد شيء ما يتعداش. أنت اليوم نعطيك مثال، ونحن نقدر في بعض الأحيان السلطة الرسمية في 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 عدم ربما في بعض الأحيان الانجراء وراء بعض الوسائل الإعلام اللي تطرح أو تخرج بالونة خبر أو تخرج خبر غير مؤكد. نحن نتفاعل مع السلطة الرسمية، ولكن في السلطة الرسمية وفي مصادر الخبر ماهيش هي الأولى. يعني إذا كان مثلا حتى نعطي ربما للسادة المستمعين مثال واضح، وزارة الداخلية في تتابع في عملية إرهابية لا قدر الله يا رب أبعد الشر على هذا الوطن في رقعة جغرافية معينة في تونس، ورفضت وسلطة وزارة الداخلية مد بهذا الخبر، هناك لابد من البحث على مصادر أخرى متطابقة، هناك المستشفيات، هناك الصحفي المراسل، هناك الفريق الإعلامي الذي تحول على عين المكان، هناك الحماية المدنية، إذن هناك مصادر أخرى متطابقة، ولما يتأكد الخبر اللي لا يضر مصلحة البلاد ولا يضر الممتلكات الخاصة ولا يضر بالدرجة الأولى المواطن التونسي، نخرج الأخبار ونحن متأكدين أن محرمناش المتلقي من الخبر. ماذا لو أستاذ، ماذا لو أن الأخبار هذا يضر بالمصالح الأمنية من البلاد؟ نعم، وأنا أعطيك، إحنا ديما نقارنوا في التجارب المقارنة، ولاحظنا ما وقع في فرنسا. تم لقاء بين السلطة العمومية في فرنسا واستدعوا مختلف رؤساء التحرير ومختلف مديري المؤسسات العالمية، واتفقوا على أنه الخطأ اللي صار في عملية الاقتحام الأولى، ولاحظنا كيفاش القوات النخبة الفرنسية تتعثر وكيفاش تسقط من الجنش توصل إلى تلك المغازة. في المرحلة الثانية، في العملية الثانية والعملية الإرهابية الثانية التي استهدفت باريس، لم نرى غير الورود، ولم نرى أشداء، ولم نرى صور صادمة لمسرح العمليات، بل أكثر من ذلك، بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة ذهب لساحة كونكورد، هي ساحة معروفة جدا في باريس، وضع حذاء الرياضيات ثم غادر مسرح العمليات. إذن لأنه اليوم راهي المعركة ما زالت مستمرة، والمعركة أنك تعرف أنه حتى في الجماعات استهداف للموروث حتى في اختيارهم للتسميات، وهذاك علاش احنا قلنا اليوم حتى في التصنيفات لابد من ذكر عبارة التنظيم الإرهابي قبل أن يقدم أي صفة يعطيها الإرهابيين لأنفسهم. إذن العملية راهي عملية دقيقة، مش باش نحرم المتلقي، لأنه بعد 2011 لم يعد مجال لسياسة الحجب للمعلومات، ولكن أن تكون هذه المعلومة دقيقة وصحيحة بما لا يؤثر على معناها الصلاح العام. نعم، شكرا لك أستاذ فتحي شروندي. إذا تحدثنا على الميثاق التحريري للإذاعة التونسية، نتمنى أن يكون مثل هالميثاق هذا ربما ميثاق آخر يهم كل وسائل الإعلام التونسية مهما كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية. بالتالي والهدف واضح والبوصلة واضحة، هو النجاح في معركة الإرهاب، لأن المعركة هذه حقيقة معركة حاسمة، ولا يمكن الحديث لا عن تنمية ولا عن اقتصاد ولا عن تربية ولا عن تعليم ولا غير ذلك إلا إذا انتصرنا في هذه المعركة، لأنها معركة كما قلت حتمية ومصيرية لهذا البلاد. شكرا لك أستاذ إذن فتحي أشروندي، ونلتقيك إن شاء الله في مناسبات قادمة. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من سياسة فام. سبور، الموسيقى، الأخبار، وزفن سمعك التصوير.